عند الله سبحانه وتعالى، لكن العلم أعطاني بعض الأشياء وما موجود في القرآن الكريم والديانات الأخرى في هذه الميادين. الكرة الأرضية، الغلاف الخارجي يسمى القشرة، البيضة القشرة الأرضية في مناطق الجبال يعني المنطقة قريبة وليس بعيدة، أقل سوريا ما بين 5 إلى 10 كيلو، لكن رب العالمين خلق كل شيء بقدر أكثر من لا يعلم. نعم الكرة الأرضية الحق، والكسات الأرضية هي جزء مما موجود بالتخمية عديدة في مجال الخلق وفي مجال الكرة الأرضية. فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، هذه 7 طبقات وتكوينات في العلم. مسنا من لبوب وكان عرشه على الماء تعطي دلائل، أي أن الأيام 6 ليس كما يقال هي أيام. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ فلا تعارض فيما جاء في الصورة الفصلة من خلق السماوات والأرض. هكذا جاءت الآيات القرآنية في خلق الأرض. الندوة المتضمنة قيام الساعة، واستطاع الدكتور فواز أن يجمع بين الجغرافيا والدين في بيان قيام الساعة، ذلك اليوم الذي يهيئ له الناس العدة من أجل أن يتجاوزوه، وقد استطاع أن يبين من خلال الجغرافيا مسألة تكوين الكرة الأرضية وكيف قامت القيامة فيه لمراحل متعددة، وكيف كان خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكيف خلقها الله سبحانه وتعالى بدقة عالية ومتناهية. كانت لنا محاضرة حول عدد مرات قيام الساعة في الديانات السماوية والعلم، وتعد هذه المحاضرة هي الأولى من نوعها في العالم، حيث قسمت الأرزاق وكيفية توزيع الأقوات في القرآن الكريم على الكائنات التي لو تصورنا أو قلنا بأنها سوف تنتهي في يوم من القيامة على كائنات حية كانت موجودة، شرطها كان شرط القيام هو أن تكون هي الميزات التي ذكرت في القرآن الكريم حول قيام الساعة، مثل أن تكون الأرض لا عوج فيها، تكون أمتة، وتكون القشرة الأرضية تزال، المياه تتبخر، الدوران يستمر، وهكذا تبدأ الخليقة من جديد لتكوين خلق آخر وأنواع أخرى جديدة من الكائنات الحية. حاضرة بعنوانها عدد مرات قيام الساعة في الديانات السماوية والعلم، حيث بين فيها الدكتور فواز مراحل تطور الخليقة واندثار الخلائق تلو الأخرى، حيث بيّن بأن اندثار كل عصر من العصور هي قيام لـ